سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقارية المختلفة، العروض العقارية الشيقة كما هو الشأن اليوم. جبت لكم شقة من الفينيسون جديدة وشقة اللي مبنية حديثا وبالثمن القديم. شنو كان يعني بالثمن القديم؟ إذا أجيو بقوا معايا حتى الآخر باش نكتشفوا هذا العقار، تعرفوا شنو هو الجديد اللي جاب لكم طريق. من قبل من كل شيء كنبغي نقول لكم شكرا جزيلا على المشاهدة وعلى المتابعة. اليوم كنتواجد بكم في دار ولا في عمارة R بلس 2. شنو كنعنيو بالR بلس 2؟ كديما كنعنيو بها هي عمارة اللي فيها سفلي، هانتوما كتشوفوا معايا برا، فيه ريتشوسي و برومي و دوزيام. الشقة ديال اليوم كتواجد بالطابق الثاني بثمن كما قلت لكم في الأول، الثمن ديال القديم، الثمن ديال 470 ألف درهم. الثمن هذا ما بقيناش كنلقاوه بحال هاد الشقق، ولينا كنهضروا فوق 500 ألف درهم. ديال اليوم ب 470 ألف درهم تدي شقة فيها صالون و سنجور، غادي تدي فيها مطبخ اللي هو جاهز وبالبالكون ديالو. أما بالنسبة للفينيسون فهي الفينيسون الحديثة، فحديث ولا حرج بالنسبة للفينيسون، عطاوها آخر ما كاين في الفينيسون، ديكورات مزليج من الأرض. إذن باش نهضرو على المفيد، نهضرو على الأشياء اللي هي مهمة واللي كتهمكم أعزائي المشاهدين. كنتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس، ومن هنا كنرحب بجميع المشاهدين أينما كنتم في جميع بقاع العالم. نقول لكم مكناس ترحب بكم، عقارات اللي كنبثوا لكم من مدينة مكناس يرحبون بكم. كما قلت كنتواجدوا بعمارة R بلس 2، شقة واحدة في الطابق اللي هي هذه كما كتشوفوا معايا بالطابق الثاني. عندك أملاك مشتركة اللي غادي تستافد منها وأنت إلا شريتي هاد العقار، ألا وهي السطح، ألا وهي الفرصادة الواجهة ديال العمارة، الدروج، وكذلك عدد ديال السكان اللي كيكون قليل، الشيء اللي كيسهل كما كنقولوا التسيير ديال هاد العمارات. ب 470 ألف درهم، 47 مليون، كتلقى فيها صالون بحال هذا، صالون اللي ممتاز، صالون مغربي، فيه اللمسة المغربية كما حافظت عليها هاد المقاول كما كتشوفوا معايا في السقف بهاد النقش البلدي، فيها الإنارة ديال الليد، سراجم كيطلعوا على الزنقة إلى شارع صغير. وكنتواجد بكم اليوم بالضبط بالحي ديال تولال. حي تولال واحد من الأحياء اللي ولا كيشهد واحد الطفرة لا من ناحية ديال المنشآت لا من ناحية الشوارع ديالو، كاين تحول كبير في هذا الحي هذا، وكذلك كاين واحد منافسة اللي هي كبيرة لا بالنسبة للإنتاجية ديال العقار ولا بالنسبة لصناعة العقار كما كتشوفوا معايا اليوم. شقة كتواجد بتولال، الحي الجديد ديال تولال، الحي اللي فيه شوارع كبيرة، فيه دي سباس فيغ ولا مناطق خضراء كاينة، وكما قلت لكم حي اللي فيه الأكثرية ديال الديور هما R بلس 2، منهم R بلس 2 اللي كيكونوا فيهم سفلي وبرومي ودوزيام. ب 470 ألف درهم، 47 مليون، ولربما غادي يكون هناك نقاش مع صاحب هذا العقار. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كتب أعزائي المشاهدين فما عليه إلا اتصال في الرقم اللي كيبان لكم أسفل الفيديو، أو التواصل معي في الرقم ديال طريق كيبان لكم لتحت. كما شفتوا كاين عندي صالون، عندي سيجور ومتزين. بالنسبة للمساحة ديال هذا الأرض فين تبنى هذا العقار عندي هي 100 متر، لحيدنا من الدروج لاكوغ، راه كتعطيك المساحة اللي هي مناسبة. شوف معايا لينيش كيفاش داروا ليهم، كنعني بهم الديكورات، شوف معايا هاد لينيش هادو كيفاش حطوهم هنا، اللي ممكن تحط فيهم دي فاز دي ديكور، داكشي اللي هو جديد. شوف معايا لا فاصاد لي اون فاس شنو داروا فيها، الفوق هذا سيجور، صالون ها هو قدامي. أما بالنسبة للغرف كيتفرقوا عندنا في الداخل ديال هذا العقار. الناس اللي كيسولوني كاين هنا تواليت ودوش اللي هما سيباري، عندي واحد الفاسك دي ريسبسيون ها هو باش ما يبقالكش هذا الكلور اللي هو خاوي كيهرسوا به داك الخوا، داروا فاسك موبل لاحقوا طريقو. عندي دوش وتواليت هما بوحديتهم هنا، وكلشي مزلج حتى الفوق حتى السقف ديال هذا العقار. هنا الدوش دوشات ها هي بوحديتها معزوله في هذه البلاصه، ممكن تزيد لها مثلا باب الالومنيوم كتولي دوشات اللي هي سيباري. حتى بالنسبه للطريقه باش تفصل هذا العقار والطريقه باش تجهز هذا العقار طريقه اللي هي ممتازه. كما قلنا كنتواجد بكم بمدينه مكناس بالضبط بالحي الجديد ديال تولال، واحد من اكبر الاحياء بمدينه مكناس، ومن هنا كنحيي ساكنه مدينه مكناس. وما ننساش الناس اللي كيشاهدوني بجميع ارض الوطن بجميع الاحياء والمدن، وكذلك الناس اللي كيشاهدوني من خارج ارض الوطن. شوفوا معايا هذه الغرفه الاولى،
باش نهضروا على الفينيسيون. الفينيسيون كلها داروا فيها الصباغه ديال الديكور، اللي هاد الصباغه اللي كتكون موجه، اللي كتحمل مجموعه من الاسماء، مجموعه من الماركات. بالنسبه للسقف كله داروه بالقبس، بيبان ديال الخشب، خشب مزيان. إنارة ما قصروش مجهدهم، داروا الاناره ديال الاسبوت. كذلك بالنسبه للارضيه كتماشى مع اللون ديال الصباغه اللي كاينه عندنا في الحيوط. واللي حاجه اللي كما كنضيف ديما اللي زوينه هي انك غادي تسكن بوحديتك في الطابق. كاينين الناس اللي كيفضلوا هذا النوع من السكن. اما بالنسبه للمطبخ فراه عندك البالكون ديالك خارج من المطبخ، عندك البلاصه فين غادي دير الثلاجه، بلاصه فين دير لاوط الا بغيتي دير لاوط، دير لابلاك ديالك وتستغل البالكون ديالك دير فيه الشوفو، دير فيه الماكينه ديال الصابون، ما الى ذلك. نزيدو نكملو نشوفو الغرف اللي بقاو لينا. باقي لنا جوج ديال الغرف. الغرفه رقم 2 هي هذه، تنجمع اعزائي المشاهدين اللي كتشاهدوني، الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطو في البيع فانا راه الخدمه ديالكم وراه الاشاره ديالكم. عقار كل مثلا كانت عندك فيلا، كانت عندك ارض، كانت عندك شقه، كانت عندك ارض كذلك قابله للبناء، فممكن الاتصال والتواصل معي عبر الرقم اللي كيبان لك اسفل الفيديو او التواصل عبر واتساب. كنعتذر من الناس مثلا اللي ما جاوبتهمش ولا، راه كنقول لكم بعد النوبات راه كيكون هناك ضغط، فممكن اعاده ديال الاتصال او التواصل. عندي هنا الغرفه ديال الوالدين، شوفوا كي داروا لها بهذا الديكور، هذا كيبان بحال شي بونج، بحال اللي مصاوب مغلف، هو راه فقط القبس. من هنا كنشكر الحرفيين اللي كينتجوا لنا بحال هاد العقارات، اللي كيطيحوا لهم بحال هاد الافكار. كنقدم لكم التحيه والسلام اينما كنتم في جميع الحرف. كما قلت في الاول، صناعه العقار ولات كتشهد واحد التنافسيه كبيره في وسط المدينه ديال مكناس، وكذلك الاثمنه اللي هي رائعه. مثلا باش تلقى عقار بحال هذا ب 470 الف درهم، لا اظن في المتناول، زعما لا اظن اننا كنلقاوه في المدن كاملين المغربيه. اذا كنقول لكم اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على المشاهده، على المتابعه وعلى الوفاء لقناتكم افعال. طريق راه الاشاره ديالكم اجل زياره هذا العقار في عين المكان. كنقول لكم مع السلامه والى عقار مقبل ان شاء الله عما قريب.